بطل اللي هو فيش سمعت شيء صفر بطلع عليه اللي هو على الارض عماد بفكره بتخوت علي حطيت على الارض مسكته هيك اللي هو راسه من ورا كله دم صرت اصيح انه عماد تصوب عماد تصوب نزلت على الدرج بسرعه اجوا اخواني اثنين على صالح وحموده نزلت على الشارع الجيش لساتهم بالشارع كان يعني بعاد عني من هنا يعني 20 متر تقريبا صاروا يضربوا مسيل باب الدار عشان احنا ما نطلعش عشان فتحت الباب صاروا يضربوا مسيل باب الدار طفل يعني بمنطقة يعني عمره 15 سنة شو عامل لأي إنسان طفل بريء نايم في بيته سمع إنه في إطلاق نار في المخيم كأي شخص بيطلع على الصوت يتفرج إيش اللي صاير أو إيش موجود فتلقى رصاصة في رأسه وأدت إلى بحياته طفل بريء عمره 15 سنة توفت